ذكر صاحب كتاب الإشاعة في أشراط الساعة أن في موت عمر وعلي رضي الله عنهما كسفت الشمس وأمطرت السماء دم، فما رأيكم في ذلك الكلام؟ وما رأيكم في الكتاب ومؤلفه؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ومؤلفه ابن رسول البرزنجي عنده تخريف، عنده تخريف لا يوثق به. نعم.